يعني ايه بقى ان شاء الله ممنوع اخرج نهائيا؟ ايه هو انا في السجن؟ انتوا ايه اتهبلتوا؟ ارجوك يا نسرين، دي تعليمات زكي بيه ومدير المصحه، ولو حضرتك متضايقه اتكلمي معاه وما تحمليناش المسؤوليه. ما انا بكلم مدير المصحه وما بيردش، ومش معقول يبقى عندي مشوار مهم واستنى سيادته لغايه ما يصحى من النوم. انتوا ايه ما بتفهموش؟ حضرتك زعل فينا براحتك، احنا لازم نستحمل سيادتك، بس في الاخر برضه مش هنقدر نخرجك الا بموافقه مدير المصحه او لما يكون زكي بيه مع حضرتك. اتفضلي حضرتك كلميه على الموبايل، هو هياكد لك الكلام ده، انه قالوا لنا بدل المره 100 مره. ايوه يا هيثم، ليه يعني مش مصدق نفسك؟ انا حبيت اشكرك على الورد اللي بيبعت لي كل يوم. يا بكاش، انت لو عايز تشوفني كنت شفتني. طب وانت ازاي تسمح لهم يمنعوك؟ هما البس عامل لي جامد قوي ومش عارفه ايه. طب وريني، انا عايزه اشرب قهوه معاك على شط النيل، وريني بقى شطارتك. انت ده حصل، وانتوا كنتوا فين؟ ده انا هوديكوا كلكوا في 60 دقيقة، ولو ما ظهرلهاش اثر في خلال ساعة هطلع عينيكوا يا بهاي. في ايه يا زكي؟ ايه اللي حصل؟ مصيبة، كارثة، ريم هربت في المستشفى. ويعيش الباشا، يعيش الباشا، يعيش الباشا، يعيش الباشا، ابن الوراق، ابن الوراق، ابن الوراق، ابن الوراق، الراجل الحر، الراجل الحر، الراجل الشهر، الراجل الشهر، حبيب الشعب، حبيب الشعب، ضح يا مصر، ضح يا مصر، ضح يا مصر، ضح يا مصر. اخواني كفى هتافات، انتوا احرجتوني احراج شديد جدا. انا في الحقيقه ما عملتش حاجه يا اخواني، ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه ازاي؟ ده انت خدمت اولادنا خدمه العمر يا باشا. دول لو قعدوا سنين يدوروا مش هيلاقوا وظايف الاجه زي دي، ولا بالمرتبات الحلوه دي. ربنا يعمر بيتك يا باشا ويخليك للوراق. يا جماعه اللي حصل ده مجرد خطوه بسيطه في طريق طويل. انتوا لو عرفتوا المفاجآت اللي انا محضرها لكم ولاهل الوراق كافه، صدوركم مش هتسحى الفرح. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ربنا يخليك لنا يا سعيد باشا ويكتر من امثالك. مش هتقول لنا على مفاجاه منهم يا باشا؟ لا بلاش يا باشا، مفاجآت اكتر من كده لا يعيطوا، اصلهم مش واخدين على الفرحه. يا اخي سيبهم يفرحوا، على الاقل لو ماتوا هم فرحانين يبقى تجديد. انا مش عايز فرحتهم بالوظايف اللي استلموها اولادهم تنسيهم وتعطلهم عن التوكيلات اللي لازم نعملها علشان تفكس التسيرة. اخص عليك يا بيومي كده، حرقت المفاجأة اللي انا كنت مخليها لمكتب المحامي. خير يا سعيد باشا؟ طمنا الله يسترك. اخواني الزميل المحامي الكبير اللي هنروح له دلوقتي عشان نمضي التوكيلات عنده اتصل بيا في الصباح الباكر وابلغني بشرى انه استطاع بعد لقي العثور على حكم للمحكمة الدستورية العليا لجزيرة مشابهة لجزيرتنا، وهذا الحكم ينص على انه من حق اهل هذه الجزيرة البقاء في ارضهم طول حياتهم وحياة اولادهم، وسوف نستند الى هذا الحكم في قضيتنا ونقفل هذا الملف نهائيا امام وجه الطامعين في أرض الوراق الحبيبة. الله أكبر، الله أكبر. عاش سعيد باشا، عاش سعيد باشا، عاش ابن الوراق الحر، عاش ابن الوراق الحر. يا أخوانا، يا أخوانا بلاش هتافات دلوقتي، وما ننساش نعمل التوكيلات علشان ننقذ الجزيرة. بيومي، بيومي عشان خاطري ما تضغطش عليهم. ليه كده؟ سيبهم، يمكن الناس تعبانين دلوقتي وعايزين يأجلوا المشوار لوقت لاحق. مشوار زي ده يتأجل؟ ده احنا مصيرنا كله في المشوار ده. على رأيك يا أستاذ عبد الحق، يلا بينا يا رجالة عشان ننكز الجزيرة. على بركة الله، اتفضلوا على مكتب المحامي، وياريت أول ما تخلصوا كلموني وطمنوني. بعد دقيقة يا سعيد باشا، مشوار مهم زي ده سعادتك ما تكونش موجود فيه. يمكن الباشا عنده مشغوليات او مجلس، كتر خيره انه ساب حاله وجه معانا. يا راجل الله يسامحك، انا اسيب الدنيا كلها وشغلي كله عشان اجي معاكم، بس انا الحقيقه يعني خايف يكون وجودي فيه احراج وانتوا بتسالوا المحامي عن اي موضوعات خاصه بالتوكيل ولا كده، وهو معاكم الاستاذ عبد الحق قريب منصور، اهو راجل بيفهم في القانون، البركه فيه بقى. بعد كلام يا سعيد باشا، احنا راحتنا ندخل محميين فيك
ورافعين راسنا بيه. معقول يا باشا تفتكر ان احنا ما نثقش فيك بعد كل اللي عملته معانا ومع اولادنا؟ ده انت لو طلبت عينينا نديها لك. كوكو يا اخواني شاكر الثقة العميقة دي، بس انا كده ممكن اعيط من التأثير. لا عشنا ولا كنا لو عيطناك يا باشا، ده احنا نديك عينينا تعيط بيها. لا كده اوفر. ها الناس يقولوا ايه لما يعرفوا ان احنا خلينا سبب سعدنا وهنانا يعيط؟ ارجوك لا تبكي يا حبيب الشعب. لا كده اوفر اكتر. ما تعيطش يا باشا، والله العظيم تلاتة احنا لولا الملامة كنا شناك على كتافنا لغاية مكتب المحامي. كتافنا فدا الباشا، بس كده الباشا ضهره يوجعه. اخواني انا ازاء هذه المشاعر الفياضة لا يسعني الا ان ارضخ لمطالبكم واذهب معاكم، بس اسمحوا لي اعمل تليفون صغير واحصلكم. اتفضلوا اتفضلوا بالسلام. يلا بينا يا رجاله نعمل التوكيلات علشان ننقذ الجزيره. سلام مع السلامه مع السلامه. الو يا متر. ايه طمني، ايه الاخبار؟ كله جاهز؟ مية مية. عظيم، اول دفعة جاية لك دلوقتي ودول عمادوا كله هيتسرسب وراهم، بس اعمل لي نسخة واحدة ما فيهاش حق البيع. يا سيدي اصل في واحد لمت جه معاهم وكنتش عامل حسابه، يمكن يطلب يرقى الحقد ولا حاجة. لا لا بقيت النسخ سيبها زي ما هي، فيها بند حق البيع. كل الناس ركبت ومستنيينك يا سعيد باشا. الناس كلها مبسوطين من الفرحة. أنا بتهيألي الناس اللي مجوش هيضربوا نفسهم بالصرمة لما يعرفوا اللي حصل. لا 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 لا، اوعى حد فيكم يتكلم معاهم. سيبوا الناس اللي جت النهاردة وراحت تمضي التوكيلات هم اللي يفهموهم. ساعتها هتلاقوهم جم لحد عندكم وقالوا لكم نعمل إيه. ما هو الناس اللي جم بعتوا لقرايبهم مسج قالوا لهم كلمني سكرا علشان يحكوا لهم اللي حصل. يعني احنا لما هنرجع الجزيره هنلاقي طابور ولا طابور العيش مستنينا عند المعديه. هاي قول لي يا شوقي. ايوه يا باشا. الباشا بيسالني انا. تحب يا باشا نتكلم على انفراد؟ هو الواد هيما ما جاش ليه؟ انا كنت متوقع ان يكون اول واحد يجي. روح على الورق انكشه يعرف ما جاش ليه. مفهوم؟ حر يا فوز منك بري، اما انت واد صايع وكهيل. حر يا فوز منك بري، اما انت واد صايع وكهيل. انا اسف يا فوزي بيه، واضح ان سعادتك مش شايفني. ثانيه اقلع طاقيه لخفه. هي شفت بابا؟ طبعا شايفك يا بابا، ده انت منور. انا بس مش عاوز اضيع تركيزي وانا بذاكر. يا ولا يا ولا، انت كمان بقيت في اللطافه، بقيت فكهي، استخف دمك يا انت. من غير ما تنرفز نفسك يا بابا، استحملني بس الفتره دي لحد ما المعلم مليجي ينساني. هي الفتره دي لبش بس، يعني ما بتطولش. لا لبش لبش. طب حس كده بقى معلم فوزي، وطي صوتك لحد يسمعك يدي خبر للمعلم مليجي. لبش يا خيبتك في عيالك يا محمود، ادي اخر تربيتك لعيالك. الكبير عاطل والصغير ما شاء الله من مطاريد. من خف سلم يا بابا، الدنيا علمتني كده. يعني ايه يا استاذ رؤوف المبلغ كبير؟ هي دي مش فلوسي ومن حقي ولا انا غلطانه؟ طبعا يا فندم فلوسك، واحنا كلنا هنا خدامين حضرتك، بس عادة بيبقى فيه إجراءات متبعة في حالة سحب مبالغ كبيرة زي ديت من حسابات الشركة. ده كان أيام بابا الله يرحمه، كان لازم أستأذن منه عشان أسحب مبلغ كبير. بس دلوقتي بعد وفاته متهيألي إن أنا من حقي أسحب أي مبلغ من غير ما أرجع لحد. طبعا يا فندم، بس حضرتك ناسية إن المجموعة من ساعة وفاة الوالد الله يرحمه كانت تحت إشراف زكي بيه خال حضرتك، وأعتقد إن إحنا لازم نرجع له قبل ما نسحب مبلغ كبير زي ده. حضرتك عارف إن إشراف خاله كان بشكل مؤقت عشان اللي أنا كنت فيه، وانا دلوقتي بقيت كويسه والحمد لله، ومن حقي اتصرف في اللي يخصني من غير استئذان ولا اشراف من حد. بس 20 مليون جنيه ده مبلغ كبير جدا، وبعدين ما تنسيش حضرتك ان احنا بندفع ضرائب.
حضرتك كده تخطيت حدود وظيفتك، وانا مضطرة اطلب منك بهدوء تنفذ اللي بقولك عليه بدل ما استعين بحد تاني ينفذ اللي بقوله بما انه قانون. برضه تليفونها مقفول، وموبايل الحيوان اللي هربها اللي اسمه هيثم ما هو بيردش هو كمان. اكيد هي اللي قايله له ما يردش، ده ولد متخلف عقليا، لو قالت له يموت نفسه مش هيكسر كلامها. يا رب تطلب منه يموتها عشان نخلص. ايه عاجبك يعني تعب الاعصاب اللي احنا فيه ده؟ انا خايفه يحصل لها حاجه وساعتها انت اللي هتبقى المسؤول. ربنا يستر. اهديها بس الاول وبعدين هشوف شغل مع الحيوانات بتوع المصحه دول. مش لازم اسمع كلامهم، وكنت سافرتها بره هناك في سيستم. والله بنت اختك دي اللي هيفرق معها بره من جوه، طول ما هي عنيده ودماغها ناشفه كده، وفي الاخر كل ده هيجي على دماغك كانك ناقص يعني. اهو يا رب نسمع خبر كويس ولا نسمع خبرها حتى. كان الاستاذ رؤوف من المجموعه. ايوه يا استاذ رؤوف. ايه؟ كانت عايزه منك ايه؟ يا نهار اسود، قلت لها ايه؟ والدنيا تقلب. برافو عليك. لا لا ما يهمكش من اي كلام تقوله، انت هتظبط نفسيها بعد الحادثه. عطلها انت بس شويه، انا جاي لك فورا. ايه يا زكي؟ مين رؤوف ده ورين راحت له ليه؟ ده رئيس الشؤون الماليه في المجموعه. ريم هانم راحت له من ورايا عشان تسحب 20 مليون جنيه عشان تنفذ المشروع الخيري بتاعها اللي انا سبق ورفضته. لا دي اتجننت خالص. بقول لك ايه، انت تروح تجرها من شعرها المصحة على طول. اجرها ده ايه؟ هي معزه. هروح اهديها واحاول اقنعها ترجع المصحة تاني وما تسحبش الفلوس دلوقتي لحد ما ندرس المشروع. وطبعا هي مش هتعبرك كالعاده، وهتسحب الفلوس وتوزعها على مشاريعها الخيريه، وبعد اسبوع بالكثير هتسحب غيرها وتوزعها على مشاريع تانية جديده، وكلها شهر ولا حتى ست شهور وكل الشركات دي هتفلس، ونفتقر بقى كلنا في بعض كده، وساعتها مش هنلاقي حد زي ريم حتى يتبرع لنا. برهان من فضلك ما تلخبطنيش اكتر ما انا متلخبط. انا مش عارف اعمل ايه مع البنت دي. اتصرف، كلم المحامي، ادفع فلوس لحد في البنك عشان يوقفوا الصرف، احجر عليها. جرى ايه يا زكي، انت هتغلب ولا ايه؟ انا سبق 100 مره قبل كده قلت لك ان دي مواضيع حساسه ولازم تتعالج بهدوء، والا هنتفضح في الجرايد. وبعدين انت عارف ان ريم عنيده جدا، لو حست للحظه ان انا ضدها مش بس هتسحب 20 مليون جنيه، لا ده ممكن تبيع الشركات كلها في ظرف ساعتين، وخصوصا ان القانون في صفها. سلام. طب بقول لك ايه، طمني اول باول. اه يا ريم الكلب، انا عارفه طلعتيني من انهي داهيه بس عشان ترجعيني للفقر تاني. انت تموتي مع اهلك يا شيخ. ايه يا حيوان، ساعه عشان ترد. طبعا انا عذرك يا حبيبتي، ليكي حق تزعلي مني وتبوزي كمان، بس مش معقول عشان يومين غبتهم عنك تنسي ليالينا الحلوه اللي غرقنا في عسلها. انت صحيح زعلانه مني، بس المفروض بقى انا اللي ازعل منك وخصمك كمان. ليه بقى ان شاء الله؟ الله، صوتك كان وحشني قوي يا نوره. اوعى تفتكر ان طريقتك دي هتنفع معايا. انسى، انا خلاص بطلت اكل من الكلام ده. شفتي بقى ان انا ليا حق ازعل منك وخصمك كمان؟ بس عموما انا هغزي الشيطان واستحملك. اخص عليك يا نوره. كده تبيعي جوزك حبيبك في اول محنه يقع فيها؟ محنه؟ انت برضو اللي في محنه؟ اه طبعا. هو ان الواحد يجبر على انه يعيش مع واحده يطيق العمى ولا يطيقهاش، وتبقى محنه ولا مش محنه. عايش معاها لانها بس ام ولادي ومكتوبه بالقسيمه على اسمي. انما عقلي وبالي وكياني وحياتي كلها مع الست اللي انا بحبها، اللي مشاعري واقعه في غرامها. ربنا ما يوقعك في محنه زي دي ابدا، وتعيش اللي انا عايش فيه. بتعمل ايه عندك يا ايمن؟ سألت عليك في أوضة المدرسين، قالوا لي إنك في المكتبة، بتعمل إيه هنا بقى؟ أهلاً أهلاً يا حبيبتي، وأنا أقول المدرسة نورت كده ليه؟ مش لسه بقول لك يا أستاذة نهال إن المدرسة نورت؟ أعرفكم ببعض. المدام الأستاذة نهال أمينة المكتبة. أهلاً.
خلي بالك يا استاذ، والله 100 مره اقول لهم يعملوا صيانه للمكتبه مفيش فايده. وانت سايب حساسك وقاعد هنا ليه؟ انا كنت بعمل برنامج بالتنسيق مع الاستاذه نهال امينه المكتبه عشان نشجع البنات على القرايه. انت عارفه ان القراءه بقت للجميع، وعشان كده لازم نشجع جميع على القراءه. بعد اذنك يا استاذه نهال، اتفضلي يا حبيبتي. فرصه سعيده يا استاذه. يلا يا روحي. مش كنتي تقولي لي انك جايه عشان احضر نفسي؟ هو هتبقى مفاجاه ازاي يا ايمن؟ انا قلت اجي لك عشان احنا نتغدى بره يا حبيبي. نتغدى بره، احنا دايما بنتغدى جوه. يلا. يا ريت يعني سارين تقولي لنا على رقم حساب المشروع الخيري اللي حضرتك عاملاه عشان نحول لحضرتك عليه المبلغ. انا لسه ما عملتش حساب مخصوص للمشروع. معقوله حضرتك نسحب مبلغ كبير زي دوت كاش؟ المبلغ ده هيحتاج عربيه مخصوص عشان توصله، ده غير اجراءات السكيورتي. ايوه طبعا، وانا مش عايزاه كاش، انا بس كل اللي كان يهمني ان اضمن خروج المبلغ ده من حسابات الشركه. طب استاذن حضرتك ان احنا ناجل الموضوع ده لبكره، لان الساعه دلوقتي دخلت على 2 والبنك زمانه بيقفل. هو البنك مش بيقفل الساعه 5؟ ده البنك بتاع حضرتك يا فندم، بس احنا للاسف بنتعامل مع بنك حكومي بيقفل الساعه 2. عموما احنا وصلنا لحل ومفيش مشكله ان احنا ناجل الموضوع لبكره. ماشي، المهم النهارده تخلص لي كل الاجراءات عشان يتم التحويل بكره. تحويل ايه يا ريم اللي بتتكلمي عنه؟ ايه ده زكي بيه، غريبه ان حضرتك جيت بالصدفه. سبحان الله. لا غريبه ولا حاجه، ما هو خالي دايما كده، في شيء لله. استاذ رؤوف، ما تنساش تحكي لخاله عن موضوع التحويل، ويا ريت كمان ما تنساش تقول له ان المبلغ بقى 50 مليون عشان عايزه اتوسع في المشروع. هعدي عليك بكره 9 الصبح عشان نلحق البنك اللي بيقفل بدري. استني يا ريم، رايحه فين؟ رايحه اصلح الغلطه الفظيعه اللي حضرتك عملتها. غلطه ايه؟ مش فاهم. رايحه لورق يا اخي، رايحه اعتذر للناس الطيبين اللي جم يزوروني في المصحه وحضرتك طردتهم كانهم شحاتين او حرامية. انا دلوقتي بس فهمت، يعني انت زعلانه مني عشان انا حاولت اعمل لمصلحتي، عشان خايف عليك من ناس انا عارفهم كويس، ناس عايزين ينهبوا ثروتك اللي ابوك وامك تعبوا وشقوا سنين عشان يجمعوها لك. واخدوا ايه يا خالي؟ الله يرحمه، ما اخدوش معاهم غير عملهم الطيب. وانا لو فضلت فرحانه بالفلوس المكومه في البنك، هاخد معايا ايه؟ وحضرتك بعد عمر طويل هتاخد ايه؟ اسمح لي يا خالو، ده حتى لقب الوزير السابق مش هتاخده معاك. استنى. خد. ايه ده؟ مفتاح عربيتي. متشكرة يا خالو، أنا هروح بتاكسي. ريم، ما تبقيش غبية. لازم تفهمي يا بنتي إن أنا بعمل كل ده لمصلحتك. أنا بحاول أحميكي من نفسك. وبكرة هتفهمي ده كويس. بس على الله ما تندميش. والنعمة دي على عيني، أنا ما كنتش عايز أخدكم لأبويا من الأول، وكان ممكن أخلص الموضوع ده فرضاني، بس هعمل إيه بقى في بر الوالدين؟ أنا عموماً ريحت ضميري خلاص، وممكن أخلص الموضوع ده هنا لوحدي. تخلص إزاي بقى وأنت مش شغال هناك؟ إيه ده؟ وأنتوا عشان عزمتونا على كوباية شاي بفتلة معفنة، هتنسى هذا أنت وهو أنا مين يالا؟ يعني انت افتكرت كوبايه الشاي ام فاتله ونسيت ان انت مدبقنا بقالك 5 ايام غدا وعشاء ومنافعهم؟ منافعهم؟ ما تعلي صوتك اكتر اخويا، علي صوتك يا معفن، قول منافعهم زياده كده عشان العالم القعده دي تعرف ان انا واخد منكم قد كده. بصراحه بقى احنا عايزين نعرف ايه اخره المصاريف اللي احنا عمالين نصرف فيها ديت. مصاريف ايه يا ابو مصاريف يا معفن منك له؟ مصاريف ايه؟ الله، وانتوا عشان عزمتوني على غدا وعشاء؟ ده انا كنت فاكركم كرمه، طلعتوا عالم نتنا معفنين. خلاص، بناقص المصاريف اللي احنا صرفناها، المهم بقى ترجع لنا العربين اللي انت خدتها عشان تقضي المصلحه اللي مش هتنقضي نهائي ديت. واعرفك بقى ان هي مش هتنقضي نهائي ديت يا بقف. احنا مش هنكمل معاك ثانيه واحده من غير ما تفهمنا هتعمل ايه. امر لله، اجهد مخي انا وافهمكم يا ابو مخ زلط انت وهو. الحكايه مش كيمياء، كل الحكايه ان احنا محتاجين واد كهربائي كويس، والاهم ان يبقى سواق عشان نشيل.
كلمتك يا سعاد، مش كل اللي بتحكيه ده. انا قلت لك انه هيحصل بالحرف الواحد. انا خلاص من كتر الحزن اتعلمت البكا وبقيت عارف الناس هنا بتفكر ازاي. ممكن يفضلوا شاب عاطل بس تكون عنده شهاده جامعيه على شاب كسيب زيي لانه صنايع ومش قد المقام. ما تقولش كده يا ديه، انت تشرف اي عيله في الدنيا. ولعلمك بقى انا مش هسكت ومش هستسلم، هواجه ابويا بالحقيقه واللي يحصل يحصل. يبقى عايزه تضيعيني من ايديكي. وابوك هيعند خصوصا بعد ظروف اللي حكيتي لي عنها، بقى حساس اكتر من اول. واذا كان قبل كده يرفض مره، دلوقتي هيرفض 10، وساعتها مش هتقدري تقفي قصاده لو منعك انك تشوفيني. وانت لو بعدت عني انا هتجنن بجد. انا عمري ما عشت المشاعر اللي انا عشتها معاك دي ابدا. طب هنعمل ايه يا ديه؟ انا ما اقدرش افضل اقابلك في السر كده، ده حتى يبقى حرام. ابقى كذاب لو قلت لك ان ده مش حرام. بس مش حرام ان انا اتحرم منك وانا بحبك لمجرد اني بشتغل شغلانه اهلك شايفينها انها مش قد المقام. يبقى نواجههم واللي يحصل يحصل. حلو قوي انك قلت ان احنا نواجههم كده، قصرت على المسافه. لانك انت لو واجهتيهم لوحدك المواجهه مش هتجيب نتيجه، على عكس لو واجهناهم سوا مش هيقدروا يقفوا قصادنا. انا مش فاهمه نواجههم سوا ازاي يعني. نعمل حل عمل واحد صاحبي مع اهل البنت اللي حبها وجاب نتيجة على طول. يا ريت. ايه هو الحل ده؟ نتجوز عرفي. ايه؟ انت بتقول ايه؟ مالك يا سعاد؟ فزعت كده ليه؟ زي ما اكون قلت لك حاجة عيب ولا حرام؟ اه طبعا، أكبر عيب وأكبر حرام. مين اللي قال لك كده؟ طب أنا بكرة بقى هجيب لك 5 6 فتاوى من 5 6 مشايخ من اللي بيطلعوا في التلفزيون والجرايد كل يوم، بيقولوا إن الجواز العرفي حلال إذا كان في الضرورة. طب إزاي بس يا دي؟ مش المفروض ان البنت بتتجوز بموافقه ولي امرها؟ سعاد انا وانت مش صغيرين على الكلام ده، الكلام ده للبنات القصر، وانت كبيره وعاقله. وطالما بنحب بعض انت برضو مش بتحبيني ولا انا فاهم غلط؟ انا همشي بقى عشان الساعه اللي انا مستاذنها قربت تخلص. انا مقدر الحيره اللي انت فيها، بس صدقيني انا نفسي اكتر منك ان احنا نتجوز في النور. ولولا اني بحبك وحارس انك ما تضيعيش من ايديا ما كنتش قلت لك على الحل ده. انا بكره هجيب لك الفتاوى تقريها بنفسك ونقعد سوا نفكر لحد ما تقتنعي. وحتى لو ما اقتنعتيش انا عمري ما اضيعك من ايديا. بعد الضرب ده لا يبقى حنفي ولا كهربائي. هو المنايل ده بيعمل في كده ليه؟ طب روح اشوف. انا عمري ما حبيت الواد ده. اياكش يولعوا فيه بجاز واحنا مالنا؟ مش الواد حنفي طلع ورا الحريقه اللي حصلت مكتب الباشا؟ ايه؟ حنفي؟ جبت الكلام ده منين؟ عمل ماسك كهربا عشان يحرق ملفات قضيه لحساب ناس. اعوذ بالله، مش لسه قايل لكم انا ما بحبوش؟ بس معقول الواد حنفي يعمل كده؟ الواد عبيط، ما تطلعش في دماغه الفكره الجهنميه دي. جهنميه؟ جهنميه ايه بقى بعد ما انفقس؟ ما انفقس على رايك؟ ده قفل بقى جهنمي من كتر اللسع. ادي اخره المال الحرام، ربنا يكرمنا بالحلال. هو صحيح إلا حبتين وساعات تلاتة، بس أبرك ما انفقس. والله العظيم يا جدعان ما أعرف حاجة عن الحريقة دي يا جدعان. والمصعب يا باشا، يا باشا أنا أساساً يا باشا ماليش في الكهرباء يا باشا وماليش دعوة بالحريقة دي. أنا أساساً يا باشا سباك صحة يا باشا. أنا لو فوقيف الكهرباء وبعرف أعمل حوادث كبيرة زي ديت كان زمان عندي محل كهرباء كبير يا باشا. سبوه لو النبي يا باشا بلاش ضرب يا باشا. انا اعترف بكل حاجه يا باشا. اقول لحضرتك حاجه، اختار لي باشا اي شركه وانا اعترف عليهم دلوقتي يا باشا. ما خلاص يالا ما تصدعناش، انا هرضيك. وبعدين احنا عملنا كده عشان الصالح العام. والله يا باشا انا ما فاهم حاجه، انا ما اعرفش الصالح العام ده يا باشا ولا عمري شفته في حياتي يا باشا. والله انا عارف يالا ان انا مهما حاولت افهم فيك عمرك ما هتفهم. اسمع يالا، خد ال100 جنيه دي مني ليك، دلع نفسك بيها. امسك. اسمع يالا، عايزك تروح بيتكم تختفي خالص، ما تظهرش لحد ما اشوف لك حته تانية انقلك فيها، فاهم؟ صدقني يا نظمي بيه مفيش اي داعي لاي توتر من اي نوع.
اديك شفت في الموبايل الناس دي بتهتف وتهلل ازاي لسعيد بيه بعد موضوع الوظائف، واكيد سمعتهم هما بيقولوا له لو قلت لنا ارمي نفسكم في البحر هننفس. ايوه بس مش معنى كده ان هما يمضوا على اي ورق يطلبوه، اكيد لو قروا العقود دي كويس هيكتشفوا اللي فيها، وساعتها هبقى دبست في مرتباتهم الكام شهر اللي جايين من غير اي فايده. لو كانوا هيقروا كانوا قروا عقود الوظائف اللي مضوا عليها وعرفوا ان هي مؤقته وهيتقلشوا منها بعد كام شهر. لا يا حبيبي، دي حاجه ودي حاجه. لو قروا عقود الوظائف هيقولوا ده طبيعي عادي، يعني اي حاجه في مصر فيها شغل ليها فتره اختبار فهيعدوها. انما بقى لو قروا العقود دي كويس وشافوا التوكيل اللي فيها ببيع اراضيهم وتفويض بالبيع، ساعتها مش هيسكتوا وربنا يستر. صدقني يا نظمي بيه، الناس دي هتمضي من زكات لا هتبص في عقود ولا دياوله. يعني ايه يا ابني؟ هم ناس متخلفين؟ لا مش متخلفين، هم عشوائيين وطيبين وعلى نياتهم. انت بتكلمني عن ناس تانية غير اللي انا شفتهم؟ انت ناسي عملوا فينا ايه لما رحنا لهم الجزيرة؟ دول كانوا هيموتونا يا ابني. لاننا غرب، الناس دي ما بتثقش في الغريب، هم بيعتبروا سعيد بيه واحد منهم، بينفذوا كلامه من غير حتى ما يفكروا. بقول لك ايه يا عمدة، انت مش ملاحظ انك بقيت معجب بسعيد بيه زياده عن اللزوم؟ زي ما تكون بتشتغل معاه مش معاه كده برضه. يا حبيبتي تخليني اجي على ملا وشي تقولي تعالي الحقيني يا ماما، الحقيني وهاتي معاك سم فار، اصل لقيت في المطبخ فار اسود كبير قد كده اهو، وتخليني اكسر يميني اني ما عتبش بيتك واخر المتمه لا فار ولا يحزنون. اتاريك عايزه تحط السم يا اختي المحروس جوزك وتقتليه؟ ده ايه الخيبه دي؟ لا يا ماما انا مش هقتله، انا هحطه له في المسقعه وناكله سوا انا وهو، زي ما عملت كده سعاد حسني مع حسين فهمي في ميعاد على العشاء. هو انت يعني ما قلتيش غير الفيلم ده عشان تمثليه مع جوزك؟ ما هم عملوا سوا يجي 20 فيلم. يا لهوي والنبي يا ماما جيب لي سيره التمثيل تاني، لحسن انا خلاص بقيت بكرهه من كتر الافلام الهابطه اللي مثلتها. يا بنتي فهمي بقى، جوزك عريس جديد فاهمه، على راي المثل الغربان الجديد له شد، مسيره يعني هيتعب ويتهد. ده لو كان هيتهد كان الزمن هد، لكن لا ياما، ده ربنا خلقه عشان يخلي اللي زي عبرة، عشان يعلمهم ان الطمع وحش، يخليهم كده يرضوا بقلبهم، ولما ربنا يرزقهم بلقمة حلوة كده ملظلظة يبوسوها يبوسوها ويحطوها فوق دماغهم، حتى لو كانت اللقمة دي من العيش البلدي بتاع الدعم. هو فين ياخد العيش بتاع الدعم؟ هو حد لقيه؟ ياما احنا في العيش دلوقتي ولا في الموت اللي انا عايشه مع خرتيت اللي اتوكست واتجوزت؟ يا اختي ياما انت رايحه وسايباني فين بس ياما؟ رايحه الارزخانه يا اختي ارجح سم الفار قبل ما الخرتيت يطب علينا وياكلك وياكلني ويحلي بسم الفار. ده انا يا بنتي بتفشخر وبقول لكل الناس بنتي متعلمه. فين يا اختي العالم ده؟ بلا خيبه. انت فاكره ان سم الفار ده هيحوق في الراجل ده اللي انت متجوزاه؟ بلا خيبة، ده انت لو حطيته له بقى على الاكل هياكل ويتلمض ويكرح في وشك ويقول لك الله والنبي كل يوم من ده. ابوس ايدك ياما، سايقه عليك النبي ما تمشي وتسيبيني كده بصحتي. بصي انا هقف عند الشباك اللي هناك ده اهو واغمض عينيا، وانت تيجي تزقيني بعزم ما فيك. يا لهوي اتعبطت ولا ايه يا بنت؟ عايزاني انا اموتك بايديا؟ ما تخافيش ياما، انا اللي زيي ربنا لازم يمد في اجلها عشان تتذل. انا كبيري كده تتكسر لي ايد تتكسر لي رجل، وهو ده اللي انا عاوزاه، اتجبس واستريح يومين. لا لا ياما اوعى تعملي كده ياما. لا انت هبله يا بنت، لو انت فاكره انك تهوني عليا. لا اصل افتكرت ده ممكن تعجبه الفكره ويقول لي تعالي نغير ويبقى الفيلم الهابط بقى المجبراتي ويجي يفكني الجبس. اتكل على الله سيبيني انا في القرف والهم اللي انا عايشه فيه. ربنا يعينك يا بنتي على الهم اللي انت فيه، لكن حاول ايه؟ ما هي احنا بقى وصابتنا احنا الاثنين في جوازاتنا. يا رب يا رب ما تخليكي بنتي عشان يوم ما ربنا يفتكرنا احنا الاثنين ونموت ونرتاح اللي احنا كمان تموت معانا. فوتك بعافيه يا اختي. ايه ده ياما؟ انت نسيتي سم الفراق؟ خليه عندك يا نور عيني، عشان ابوكي بقى يوم ما يطلب ياكل مسقعه اخده منك ورشهوله على المسقعه واعمل بوصفه المرحومه الست سعاد حسني الله يرحمها. يا رب يا فندم اجتماعك يكون خلص على خير. ها
اجتماع زي غيرهم، بس مش ده المهم. انا وانا قاعد سمعت طراطيش كلام ان في تغيير وزاري قريب، وده خلى في قلق في الاجتماع والناس مش طايقه بعضها. يا رب يوعدك بيها المره دي يا فندم، والله والله بدعي لك في سجودي. لا بلاش انت بالذات تدعي لي، كفايه الحاجه هي اللي تدعي لي يا رب انولها بس قبل ما اموت. يا فندم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تنولها. هو في كام كفاءه نادره زي سعادتك يا باشا؟ بلاش الكلام ده عشان سمعته منك قبل كده قبل التغيير اللي فات. انا عايز اشوف حاجه غير الدعاء اللي مش جايب همه ده. بفكر اعمل خطه اشوف اي حاجه اعملها تلفت انظار المسؤولين، يعرفوا ان عندهم كفاءه نادره يعرفوا ازاي يستغلوها. الله ينور على سعادتك يا فندم. للاسف يا فندم احنا بنعمل شغل كتير بس ما بيوصلهمش بسبب غلوشه جرايد المعارضه. بس يا فندم احنا محتاجين خطه كبيره قوي تسمع. انا ببقى سعيد جدا لما بتكرر الكلام اللي انا بقوله، مش ده المهم. المهم الخطه هي ايه، بفكر الاقيها فين وازاي. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بقت زي الفل، بس هي الخضه كانت شديده فتلاقيها كل شويه تفزز كده. مكبسه يعني؟ مكبسه ايه بس ياما؟ وهي الكابوس اللي شافته ده شويه الله يكون في عونها. انا بقول نجيب لها دكتور احسن يكشف عليها، ليطلع عندها حاجه نتحمل احنا المسؤوليه. يا حاج انت باين لك مش من هنا ولا ايه؟ دكتور ايه اللي هيعدي النيل ويجي في ساعه زي دي عشان يكشف على واحده؟ ده لو جه هيلسع له على الاقل ميايه. خلاص خلاص يا هيما يا ابني، نشيلها احنا بايدينا ونوديها المستشفى العمومي. حرام عليك، عملت فيك ايه الغلبانه عشان تقول نوديها مستشفى عمومي؟ البت زي الفل، هسلق لها فرخايه بلدي افرتكها لها في شويه شوربه وهتاخدهم وهتبقى عسل. انما توديها مستشفى تطلع ناقصه كليه ولا تاخد حقنه غلط ولا ينصب بطنها طفايه، حرام عليك يا شيخ. ويبقى ربنا نجاها بقى من الهوا والميه وتموت لنا بقى في مستشفى عمومي. بس يا رخب مش طالبه هزارك دلوقتي، اسكت خالص. طب يا هيما مش المفروض نتصل بحد من اهلها نطمنهم انها كويسه وانها بيت عندنا؟ نكلم مين يعني؟ ابوها وامها الله يرحمهم. انا ما اعرفش حد في عيلتها غير خالها، وخالها ده طردنا قبل كده من المستشفى. مش بعيد يكون هو اللي ورا كل ده عشان ننهى بثروتها. بقولك يا حاج ما تيجي نبلغ البوليس. لا لا يا ابني، بوليس ايه اللي هنبلغه؟ انا هندخل في سين وغيم ووجع قلب احنا مش قده. هي لما تقول بكره بالسلامه تبقى تروح تبلغ بنفسها. انا قلقان قوي يا بني، مش عارف هتكون راحت فين بس لحد دلوقتي. يا ست تغير جو زي ما هي عايزه، بس تكلمني عشان ابقى مطمن عليها. يا حبيبتي ريم اساسا مش بتاعه سهر. انا اتصلت بكل اصحابها في الجمعيه وكل زمايلها في الجورنال، محدش عارف عنها حاجه. ايوه بس اللي قلقني اكتر الحيوان اللي اسمه هيثم، كل ما اطلبه يكنسل في وشي. انا خايف يكون حصل لها حاجه وهو خايف يواجهني.
ربنا يستر. انا بفكر ابلغ البوليس. انت شايفه كده؟ طيب انا بقى مش هقدر اروح وهستنى هنا للصبح لحد ما اطمن على ريم. اوكي ده يظهر في حد جه بره، هشوف مين يمكن تكون ريم. اقفل دلوقتي وهبقى اكلمها. طيب خليكي معايا على الخط. مين يا ابني اللي جه بره؟ في واحدة ست عايز ساعتك بره، أنا مش فاكر شفتها فين قبل كده. ما قالتش اسمها إيه؟ لا يا باشا، بس بتقولي سيادتك عامل لك مفاجأة. مفاجأة؟ مين الست دي؟ تيرارارا مفاجأة، مش كده؟ يا متر يا حبيبي يا صديقي، المسألة مش مسألة ثقة ولا أمن، دي مسألة نفسية يا أخي، مش عارف أشرحها لك. المهم أنا مش هستريح ولا هيجي لي نوم لو التوكيلات في حضني. لا يا متر لا، مبروك ده لسه بدري عليها قوي. هي قربت صحيح بس لسه بدري، وانا ما احبش افرح الا لما الحاجه تحصل. المهم سيبك من الكلام ده، انا مستنيك دلوقتي في المقر بتاعي تجيب لي التوكيلات وتيجي يا جميل. اخسى عليك يا بيبي، كنت فاكره اني حبستك لما اجي ابات معاك بدل ما تبات لوحدك. حبيبتي انت تشرف وتأنسي، بس انا بفكر هقول ايه لريم لما تيجي وتلاقيني. يعني لو جت اهي فرصه انك تعرفنا ببعض. بعد اللي انت حكيتيه ده يبقى انا توقعي كان صح. مفيش غير خالك هو اللي ورا اللي حصل، مفيش غيره له مصلحه في موتك. يا ابني احنا مش عايزين نتهم الناس كده بالبطل ومن غير دليل حرام. هو في خال يعمل كده في دمه ولحمه؟ ده انت خالك حسن لو قطعه من جدته كده نساير وقال له هنديك مال قارون ما يرضاش يشكك بدبوس مشبك. الفلوس خلاص سعرت الناس. زمان بنقول ان الاخ بيقتل اخوه عشان فلوس، دلوقتي بقى الابن بيقتل ابوه وامه عشان فلوس. بقينا في زمن بيعلم بيه الا ربنا. عزيزتك يا بنتي انا اصلا مش متعود على الصهر. اصبعي لقيت. وانت من اهله يا روح، واحمد ربنا ان انت ما عندكش فلوس عشان ولادك ما يقتلكش يا حيل. لا طبعا امي بتهزر على فكره، محدش هيقتله ولا حاجه، هي بس بتقول كده عشان تضحكك، ما تشغليش بالك. يعني انت عاجبك الكلام النكد اللي ابوك قاله؟ هو احنا ناقصين غم؟ ده احنا الصح كده ان نبقى مفرفشين ومبسوطين حلاوه ما ربنا او معانا بالسلام. انا متشكره قوي، مش عارفه بجد ازاي اشكركم على اللي عملتوه معايا. هو احنا لسه عملنا حاجه؟ ده انت اللي راضيه تاكلي ولا حتى تكملي كاسه العصير اللي قدامك. ماليش نفس والله. طب قومي يا حبيبتي، قومي يلا قومي، انت محتاجة نوم. عارفة انت تدفي كده وجتتك تترم وتصحي زي الفل. وانا بقى مش عايزك تشغلي بالك بأي افكار دلوقتي، ان شاء الله البوليس هيمسك اللي عمل كده. خشي نامي. عشان اقول لك كلمتين حلوين، بس الظاهر ان مالكش في الطيب نصيب. ولا اقولهم لك بقى طالما جيت لغايه هنا وخبطت المشوار. يا حاج انا مش عايزك تضايق نفسك ابدا عشان موضوع المعاش المبكر ده، في داهيه اي حاجه ممكن تضايقك. كفايه انك بصحتك وفي وسطينا. انا عارف انك مش طايقني عشان الدنيا ملطشه معايا، وعارف كمان انك شايفني فاشل، بس هعمل ايه يا حاج؟ والله العظيم يا حاج انا ما بونش، ليل نهار عمال يمين وشمال، هي مش عايزه تلفق معايا، بس ان شاء الله هتلفق، وهتلفق قريب كمان. كفايه كده،
ندمان على صدعتك. ربنا يخليك لينا يا حاج وما يحرمناش منك ابدا. كنت عاوز حاجه يا ايمو؟ لا يا حاج، انا كنت افتكرته الحمام، بس واضح ان انا غلطت. تصبح على خير يا حاج. هات المصاحف تعجبني. الواد هيما كان عندك بيعمل ايه؟ هيكون بيعمل ايه؟ اهو داخل يهزر زي عادته. يا اخويا وهزار ايه الحلو ده اللي صغرك 20 سنه وخلاك مفرفش كده ووشك منور؟ في ايه يا انصار؟ مالك بتغيري؟ حاجه بيني وبين ابني. طب ما تتم جميلك عليا كده وتديني بوسه عشان انا كمان افرح وافرفش. بوستي يا انصاف؟ بوسه ان شاء الله، بوسه اخويه. وده وقته يا انصاف؟ مش في ضيفه قاعده بره؟ طب هي الضيفه ماشيه بكره لما نشوف هتعمل حجتك ايه بقى. انت بتقولي ايه؟ ما بقولش، بغني اغنيتي المفضله، لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ اخ انصاف اللي جرالك. صوتنا حياه، صوتنا حياه. انصاف انصاف اتهدي، احنا في ايه دلوقتي ودخلت تعملي ايه؟ الله، على فكره احنا عاوزين نعمل واجب مع البنت دي. عدي على الجزار هات كيلو لحمه يقطعه مكعبات وكيلو بفتيك. بقول لك عاوزين نعمل واجب، مش عاوزين نفلس فجاه. ولما ان شاء الله اجيب اللي انت بتقولي عليه ده هوكلك انت وعيالك لاخر الشهر بصل مكعبات. خلاص ما تزعلش نفسك عشان ما تهبش فيا، بلاش تجيب فرختين، هات فرخه واحده. حاضر يا انصاف، هجيب فرخه، بس انت بقى حلفي ولادك على المصحف ما يبدوش ايديهم عليها الا لما الضيفه تاكل. هيصفحوا الفرخه وهيصوموا 3 ايام، ما انت عارف عيالك. خلاص يا ستي هجيب فراخ وامر لله. وادي احنا هناخد الزفت المكافاه نبقى نعوض ميزانيه البيت منها. ما هو انت لو بعت الارض عليا الطلاق منك يا انصاف. لو جبتي سيره الارض دي تاني لاقطعك مكعبات وارميكي للسمك ياكلك.